كنت مولعة بالقراءة منذ صغري، وطبعا كما نعرف جميعا الكتابة هي موهبة، فهذه الموهبة التي كانت كامنة بداخلي بعد قراءة العديد من الكتب والقصص والروايات، وجدت أنني أصبحت قادرة، لدي القدرة على ترجمة أحاسيسي وأفكاري إلى نتاج أدبي، فبدأت أؤلف بعض الخواطر وأكتب بعض القصص القصيرة، ثم جاءتني الفكرة لأؤلف إصداري الأول، هو مجموعة قصص عنوانها درع الوطن، والآن إصدار الثاني هو رواية تحت عنوان شمس بحجم الكوكب. إذن بالنسبة للمجال الذي أجد فيه أكثر راحتي في الكتابة فهو المجال الواقعي، كل ما هو واقعي، كل ما هو اجتماعي، لأنني أود من خلال كتابتي أن أبين للقراء بعض الأشياء الاجتماعية التي قد تكون يعني قد يغفلون عليها. فمثلا من خلال روايتي ناقشت مشكلا اجتماعيا، وهو المشاكل التي يعاني منها ذوي الهمم في الاندماج في التعايش مع الأشخاص العاديين، وذلك بغايتي يعني الغاية من كتابة هذه الرواية كانت هي أن أبين أن الإعاقة هي إعاقة العقول، إعاقة الفكر التي يجب علينا أن نصارعها طبعا. إذن بالنسبة للإلهام فهو ليس بشيء يمكنني أن أقدر الأوقات التي أستطيع فيها الكتابة، لكن مثلا عندما كما قلت عندما أرى بعض المشاهد الاجتماعية، بعض المشاهد الواقعية التي تحز في نفسي، فذلك يكون بمثابة سبب لكتابتي وتأليف الروايات أو تأليف القصص القصيرة أو يعني أي نوع أدبي كيفما كان. فيما يخص مجال الكتابة، مجال الأدبي، فأطمح أن أصبح في المستقبل إن شاء الله، وأنا ما زلت في بداية الطريق طبعا، فأود أطمح أن أمضي قدما إلى الأمام وأن أصبح كاتبة عالمية بإذن الله، وأن تصل أفكاري إلى القراء يعني جميعا. وفيما يخص أحلامي الأخرى وطموحاتي الأخرى فأنا يعني أحب أن أجمع بين المجال الأدبي والمجال العلمي، إذ أطمح أن أصبح في المستقبل كمهنة رائدة فضاء إن شاء الله.